I'm very pleased to be able to be received by His Excellency, the Justice Minister, in the context of my visit to Morocco to attend this seminar. And we have had some very useful exchanges regarding collaboration, and I'm very grateful for that. Because as you know, Morocco is not a state party to the Rome Statute, not part of the ICC, but very supportive and very collaborative. So I am very pleased that I was able to have this time with His Excellency to talk about various issues that are of common interest, both to Morocco and to the ICC. And, هاد الاجتماع كان فرصة للنقاش مع ضيفة المغرب الكبيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي فيما بين هذه الهيئة القضائية الدولية والمملكة المغربية ووضعها في صورة المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال العدالة الجنائية الدولية. ومن جميل الصدف أنه اليوم صباحا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد والتعديلات التي أدخلت عليه، كنا بصدد مناقشة كل ما تضمنته معاهدة روما، خاصة فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل المقتضيات المتعلقة بإنهاء الإفلات من العقاب في هذه الجرائم الخطيرة والماسة بالكرامة البشرية والخارقة لكل حقوق الإنسان. وكان تجاوب اللجنة تجاوبا إيجابيا، خاصة في هذه المرحلة التي تتزايد فيها الحروب والأزمات والاقتتالات، والتي يبدو من الضروري أن تتسلح كل التشريعات بتجريم الجرائم الجديدة، خاصة ما التي جاءت معاهدة روما من أجل القضاء عليه، وخاصة جرائم الإبادة الجماعية والجينوسايد وكل ما يتعلق بالجرائم البشعة المرتكبة أثناء الحروب.